بسم الله، ازاي تبقى شغال على برامج البيم وتبقى مبسوط ومستريح؟ اول حاجة لازم تعملها ان انت يبقى عندك تمبريت محترم. تمبريت يعني ملف فاضي الاداء بتاعته مظبوطة بس مفيهوش شغل، بحيث ان هو بتبتدي بالشغل بيكون فيه الاسكادولات مظبوطة، بيكون فيه شكل الكتابات اللي هي النوتيشن ستايل الدايمنشن ستايل، بيكون فيه الفاميلي اللي ما بيخلاش منها اي مشروع. يعني مش بحط كل الفاميلي، لا بحط الحاجات الاساسيه اللي موجوده في كل مشروع. بحدد درافتنج فيو اللي هي الفيو اللي هيظهر لي اول ما افتح البرنامج، الفونتات، اعدادات التصدير، اعدادات الاستيراد، الليجند بتاعت كل اللي هي بتبقى مشتركه في المشاريع، اللاين ستايل، اللاين ويت، الاوبجكت ستايل، التاجات، الباندا او الفيو بلوك او التايتل بلوك، الفيو تمبليت، كل الحاجات دي لازم تكون مظبطه، فده بيسهل لك شغل كتير. الفاميلي تمبليت برضو بتكون جاهزه بحيث ما تبداش من الصفر، يكون في حاجه ترتكن عليها او تبدا منها. يكون عندك مكتبه من الفاميلي، من الديتيل كومبوننت، من الماتيريال، من البروفايل فاميلي، من سيستم فاميلي، من التمبليت، يعني كل الحاجات دي تكون جاهزه عندك. كل ما يكون عندك مكتبه قويه وفيها الحاجات اللي انت محتاجها واللي بتشتغل بيها، ده هيسهل لك الشغل كتير جدا. ان انت تبقى شغال على جهاز ورك ستيشن يكون السيرفر متظبط والفولدرات معروف مكانها فين، ومعروف ان الفولدر ده مثلا ورك ان بروجريس ده اللي مشغل فيه، في بابلش يعني معروف اماكن الفولدرات وهنشتغل ازاي. متعرف لما ابدا المشروع ابدا احدد نقطه الاصل بتاعتي، وبحدد اللوكيشن، وبحدد الترو نورث، فده بيوفر عليا كتير جدا. بنظم الموديل بتاعي، بحدد الورك سيت، بنبقى قاعدين محددين مين اللي هيشتغل في السيلينج مثلا، فوق السيلينج، مين اللي تحت السيلينج، مين اللي يمين، مين اللي شمال، مين فوق مين تحت. الحاجات دي لما نكون منظمينها كل ما بيسهل علينا الشغل. الديزاين اوبشن، بنبدا نحدد ايه الحاجات اللي موجوده فعلا وايه الحاجات اللي لسه هتصمم. محددين موضوع الكوبا مونيتور هيبقى معمول ازاي، محددين هل هنشتغل يعني مثلا احنا شغالين معماري وانشاء كهروميكانيكال، طب ازاي هنعمل تنسيق بين الحاجات الموجوده على السيلينج؟ هل مثلا هنشتغل كل واحد يعملهم بعد كده المعماري يسحبهم ويعمل كورتينيشن؟ يعني بيبقى محددين الافكار اللي احنا هنشتغل بيها. ممكن تختلف من مشروع لمشروع حسب حجم المشروع وحسب الفريق وحسب الاتفاق بيننا وبين بعض. بكون محدد ال او دي الليفل اوف ديتيل، هنشتغل ان ليفل اوف ديتيل المره دي، ما اقعدش اضيع وقت في تفاصيل مش محتاجينها في التسليمه ديت. ما تحملش ملفات اوتوكاد كتير ولا دي دبليو جي كتير لان ده بيعمل مشاكل. حاول قدر الامكان تتجنب موضوع الجروبس لان ده برضو بيخلي البرنامج يهنج معاك. فكر ازاي تقسم الموديل بتاعك لانه ممكن يكون هو حاجه معينه تقيله جدا. يعني كنت شغال في مشروع وكان في الواجهه الخارجيه بشكل معين فليها حسابات كتيره وفي فتحات، فكان الحته دي لوحدها اتقل المشروع كله، ففصلتها في ملف ريفت خارجي وبدات اسحبها كل ما احتاجها. تمام، يعني انا مش محتاجها دلوقتي خلاص، بشيل اللينك خالص واشتغل الموديل معايا خفيف. لما اكون بعمل رندر بضطر ان اسحبها وابدا اشتغل عليها. لو واحد نزل اجازه سنويه مثلا فيا ريت يعمل ريلينكش للشغل بتاعه بدل ما كل شويه نبعت الكويست وما نلاقوش والحاجات دي كلها، فبنحاول نتجنب الموضوع دوت. بين كل فتره وفتره كده نعمل اوديت لملف السنترال بحيث يبقى خفيف، نعمل له باك اب باستمرار، نعمل كل يوم نيو سنترال نيو لوكال. السنتر ده مثلا كل شهر ولا شهرين حسيت ان هو بدا يهنج فتعمل سنترال جديد لما تكون الناس كلها روحت يوم جمعه ولا حاجه. واخيرا يا ريت ما نبقاش كل واحد عايز يدخل يبوظ شغل للتاني، لان ده ما يعتبرش بيم، لازم كلنا نتعاون مع بعض ان احنا نعمل مشروع كويس، مش حد يدخل يبوظ شغل التاني.